اولا كنلاحظوا على ان السوق ديما كيكون عامر بزاف، ولكن كنلاحظوا في الاونه الاخيره انه اصبح سوق فارغ شبه فارغ، وان العدد ديال الناس اللي كيجيو يتسخروا قلال بزاف، والسبب كيعود للارتفاع المهول للاسعار. وبطبيعه الحال لا احد يعرف ما سبب ارتفاع هذه الاسعار، وحسب ما تبعنا السيد الوزير اللي قال بان الاسباب كتعود الى موجه البرد التي حلت بالمنطقه الفلاحيه التي تنتج هذه المواد، بالاضافه الى كثير من الاسباب التي نعتبرها ويعتبرها المغاربه ان اسباب واهيه، وان المغاربه ليسوا يعني ضعاف العقول لكي يقتنعوا بهذه التبريرات الفارغه، وان هذه الاسعار اولا اذا كان هناك قله في الانتاج فاننا نلاحظ ان هذه المنتوجات هي موجوده بكثره ولله الحمد، ولكن ثمنها مرتفع. اذا ها هناك خلل ما، واعتقد وانا اؤيد الطرح الذي يقول بان سبب ارتفاع الاسعار هو التصدير، وان المسؤولين اعطوا قيمه للتصدير اكثر من الانتاج المحلي او من السوق الداخليه، وبالتالي ارتفعت هذه الاسعار. اذا الحلول التي يمكن ان تحد من هذه الاسعار هو توقيف التصدير فورا، وحتى نحقق الاكتفاء الذاتي وتنخفض الاسعار، لان المجتمع المغربي كما يعلم الجميع هو يتكون من شرائح مختلفه، لكن الشريحه الواسعه هي الفئات الهشه والفقيره التي لم تعد تستطيع ان تدخل الى بيتها البطاطس والطماطم والبصل على وجه الخصوص. اما الفواكه فهي اصبحت من الاحلام، ولذلك نطالب بان يتم خفض الاسعار، لان بلدنا ليست محتاجه الى فتن ولا الى مشاكل اكثر مما هي موجوده. وشكرا. نعم سيدي، انا السوق انت كتشوف هنا يا خويي من كثره الغلاء، سلعه غاليه المعيشه، انت كتشوف اخو مسكين كيفرر كيجيب السلعه ديالو يبرسقو ويجن هنا، يقول سيمانه جوج كيطب ديك البركه اللي كانت عنده كيخرج بحالو كفار، لان كثره السلعه غاليه. فهمتيني، الناس هنا كتعاني، الله كتعاني، الله يحسن العام. الناس هنايا عاوكاري هنا، الله يحسن العام، كتعاني، سلعه غاليه بزاف. انت كتشوف مطيشه 9 دراهم، 1200، بطاطا بطاطا شي 9 دراهم، الله يا ودي بوبر. انت كتشوف الناس كيجيو كيدخلوا كيسمعوا الاثمنه هذه كيخرجوا بحالهم، الله يحسن العام. كتجيهم ديك الاثمنه بزاف. اليوم غدا السلعه كتضيع، السلعه هنا غاليه كتضيع كامله، اخر كضطر كنسيبوها. الطبالي هنا انت كتشوف الناس مساكن عندهم البركه ديالهم، هنا انت كتشوف كل شيء فارغ هنا يا خاوي، هنايا الناس ما تسخروش 3 ايام 4 ايام، الله يحسن العام. كيطر البركه عنده هنايا مثلا كياكل وهادي كيطر صافي، كيف كيعلي يدو كيمشي بحالو هذا صافي، الله يحسن العام. شوف حنا الاثمنه ذات الشيء هذا، دابا البرنجان هذا شوف كيفاش عمل، كنخلصوها في المارشي 6 دراهم 5 ونص، شوف كيفاش عمل البرنجان هذا. وشوف دابا هنا في السوق كنبيعوها ب 7 دراهم، وحنا ما كيخرجناش فيه الكسور بزاف، مضروب بزاف. وفلفله وصلت 12 دراهم، شوف على فلفله كيفاش عملها، فلفله 12 دراهم كنبيعوها، كنخلصوها ب 10 دراهم 10 ونص في المارشي كنخلصوها، وشوف كيفاش عملها الثمن ديالو. شوف عندنا عيد ديجي في الطبالي باش تعرفوا شنو كاين، ما جبرنا ما نبيعوا، الكليان كيجيو لنا هنايا كيقول لك عمل لي نص كيلو، عمل لي 4 كيلو، عمل لي جوج الحبات، وكيمشي بحالو. كتجي لهم هذه الاثمنه بزاف، والناس مضرين. تشوف حنا الخضره مضرين هذا الشيء هذايا بزاف. وتشوف شنو عندنا الجعده، تشوف على الجعده هذه دابا هذه كنبيعوها ب 5 دراهم، دابا الجعده هذه كنبيعوها ب 5 دراهم 4 دراهم، وكامله ديشي كامله كسور. واجي تشوف بصل هنايا عاود كيفاش عندنا بصل هنايا، تشوف بصل هنايا عاود عندنا، تشوف بصل 9 دراهم كامله مضروبه، كنخلصوها ب 8 دراهم في المارشي وكنبيعوها ب 9 دراهم. شوف انا بصل شوف كامله هيدا. والناس شوف الناس ملي كتبغي تختار كيبقى يختاروا يختاروا يختاروا، ما كيجبروا ما يختاروا. الاسعار انت كتعرف الثمن هذايا، شوف انا بصل مطيشه، شوف مطيشه كنبيعوها 8 دراهم مطيشه 8 دراهم وكنخلصوها، شوف مطيشه كامله صفراء، شوف كيفاش عملوا كنبيعوها ب 8 دراهم. ما كيزو كيقولوا ما كطيبش، ما نعرف المليح ما نعرف فين كيمشي. حنا كيصردونا عيد ديشي تدخل مارشي تيتوان، هنا دابا عندنا عيد ديشي تماك وكيبيع وكيتباع بالثمن ديال المليح، عندنا الديشي وكيتباع بالثمن ديال المليح. شوف شوف مطيشه هادي دابا كنقولوا للكليان 8 دراهم ما كيديوهاش، كيمشيو بحالهم. الناس كيجيو لنا هنايا الاغلبيه وكيرجعوا بالكرارس خاويين، كيجيو لنا كيبغيو يتسخروا كيتشوفوا هاد الاثمنه الله العظيم كيرجعوا بالكرارس خاويين بحالهم، بصح ما كيقدرش هاد الشيء هذا. واللي كيدي دابا 2 كيلو رجع كيدي نص كيلو 4 كيلو كيدير باني. شوف البطاطا عندنا هنايا دابا البطاطا، حنا غنقولوا الصراحه البطاطا كنبيعوها ب 8 دراهم
البطاطا 8 دراهم، دابا هذه كنخلصوها ب 7 دراهم و 30 فرانك في المارشي، وفاكتورات عندي غتشوفوهم 8 7 دراهم و 30 فرانك كنبيعها ب 8 دراهم. وما بطاطا ما والو كامله زرقاء، شوف كيفاش عماله كامله زرقاء، بطاطا زرقاء على خلاها شوفها بطاطا رقيقه، شوف كيفاش عماله شوف لا بطاطا. دابا هادي كنبيعوها ب 8 دراهم، كيجي اخو كيسقسي كتقولوا 8 دراهم كيمشي بحال، وهادشي هذا كيرجع لينا كيقولوا لنا انتوما كتغليو انتوما كتزيدوا علينا، الكليان كاملين كيبقوا علينا حنا راسي كاش كنكوزوا النهار في السوق اول، كاملين كاملين كيقولوا انتوما كتغليو، وحنايا الطاطا كنخلصوها ب 7 دراهم و 30 فرانك في المارشي، 7 دراهم و 30 فرانك كنبيعوها ب 8 دراهم، اصلا حنا ما كتخرجناش، واش تشوفوا اللوتشين كنفرو تاعنا هنايا. دابا هاد اللوتشين حنايا خلصناه ب 6 دراهم في المارشي. اجي بيعو نتيناك، اجي نتيناك وبيعو في السوق باش ما بغيتي بيعو، كنبيعو ب 7 دراهم ما خرجش، هذا اللي 6 دراهم في المارشي، هذا اديشي ما عندنا كاين بوشي لتشي ما كاينش ينافي هذا، شو لتشي العصير لتشي العصير 5.5 المارشي، كامل متسقوب كامل مسوس، كامل مسوس، ها تيناك ها، شو ها شو على ماندالين 8 دراهم في المارشي، دابا هاد ماندالين 8 دراهم في المارشي، كنقول لكم الثمن اللي كاين. دابا كتباع 1000 فرانك وما كيديها حتى واحد، كنبيعها ب 8 دراهم باش مخلصه وما كاينش اللي يديها، شو على ماندالينا هادي مخلصه ب 8 دراهم في المارشي، دابا مخلصه ب 8 دراهم في المارشي، دابا نوريك فاكتورات اذا كانت عندي راه يعني نوريك فاكتورات، ها 8 دراهم هادي ها شو. اما التفاح دابا حبيبو دابا هذا التفاح خلصنا 1000 فرانك مرتي والله الا 1000 فرانك مخلصه 1000 فرانك ما خامس ودابا اصلا تختار وصافي، هو اصلا كيجي فيه هي حنايا في المارشي ما كيعملوناش السلعه كلها، كيخلطونا كيعمل لك جوج الحبات سلواجيه مزيونين من فوقي مزيونين كيكونوا مزيونين كتهود انت حيت كتجبر دي شي هذا كنخلصوها ب 1000 فرانك، واللي قلتي للكليان هنايا ما كيشريهش، واخا تقولوا اللي قلتي له قول له 1000 فرانك ما يديهش، حنا كنبيعوها 12 درهم 1000 فرانك ما كيديوهاش، والقوق القوق ما عمري القوق حنايا كنا كنشريو هذا القوق هذايا بجوج دراهم، كنا كنشريوه 3 دريال القوق، دابا في المارشي 6 دراهم 6 ونص في المارشي 6 ونص كتبيعو 8 دراهم تما والو فهم، والقرع القرع وصلت 25 فرانك من الصندوق في المارشي 25 فرانك وكنبيعوها ب 12 درهم 14 درهم، لوبيا خضراء وصلت 2000 فرانك في المارشي، كيجي اخو كيقول شحال لوبيا كنقول له 24 23 ما كيديهاش 2000 فرانك في المارشي تشوف على لوبيا كيفاش عماله، المهم شحال نقول لك اخي الله ياخذ الحق وصافي فهمت هادشي. السلام عليكم، هنايا خضر هنايا في هذا السوق هذا، هذا السوق هذا كيتسمى السوق الناس خوات المواطع ديالهم مشات بحالها ما اطلع خدمه لا والو في هذا السوق هذا، السلعه كنجيبوها من المارشي غاليه بزاف وكنعانيو بزاف من هذه الخدمه من هذا الشيء هذا، مطيشة 10 دراهم 11 درهم بطاطا غاليه كل شيء غالي، كنطلعوا المارشي الساير سيمانه كامله ما كندبروا لها شي حاجه كنعانيو في هذا الشيء هذا بزاف ضرورين بزاف والله العظيم، هما في الجماله في المارشي كيديو الفلوس وحنا كنعاودو كنسيبو رزقنا هنا وكرات المواطع وكل شيء غالي، دابا الدراري كامله راه حلات من هنا انت هنا كتشوف بعينك في هادشي هذا، هادشي هذا ما خدم بزاف بزاف ديال الطبالي خاويين كلشي سمع كلشي سمع، عطاونا هاد السوق هذا بحال اللي انتقموا منه، ودابا في الزنقه كيبيعوا يشريوا في الزنقه بحال اللي ما داروا معنا والو، انا كنبيع البانر كنخرجوا ب 8 درهم اخر ساعه كنبيعوا ب 8 درهم، كيف الفلوس ديالي ما كنجمعوش في هاد السوق هذا، والطبالي كاملين خاويين هنايا اللي حسن العون، سمعتي اقول كيكري الطاوله سيمانه كيمشي بحالو، هاتي والسلعه غاليه اللي حسن العون عباد الله، ماشي ما تيتا كنعمل 1000 راك سمعتي الغلاء على عيب الله هنايا كلشي سمعتي السوق كيمشي بحالو في صخروسي هاتي وكريم طبالي هنا اللي كريم مسكين اللي حسن العون واحد شحال كاري الطاوله هنايا كيضرب سيمانه ما كيكملهاش كيخلي المصروف كيمشي بحالو كيخسر هاتي هادشي اللي كاين النظر اللي كاين شي حال يشوف لنا شي حال وصافي